السلام عليكم حباباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان. اليوم غنشارك معكم غديوتي البسيطه. اش غنقول لكم؟ الطبق الرئيسي هو العدس. هو حباباتي العدس راه اي واحد كيعرف يصاوبو. عدس وقطعت فيه شويه البطاطا، ايوا درت البطاطا مشرمله هي حباباتي بشويه. عرفت كتسلقو البطاطا وكتشرملوها بشويه ديال المعدنوس وكتشحريها فشويه الزبيده، وهذا زعيليك. ها هو زعلوك، ها هو، ها هو حبيباتي، ها هو. ومن طبيعه الحال الخبز والماء والديسير معتوني. وهذه هي الغديوه ديال اليوم، الغديوه البسيطه سمعتي ديال هذا البرد احبابتي. يلا بلا ما نطول عليكم، عليكم بلي لايك احبابي، كاع اللي دخل لهذا الفيديو دير لي لايك لي لايك لي لايك باش كنلقاو المشاهدات الاحجاميه، ولي لايك لاحقين ربعه سمعتي. اللي ما غايديرش اللايك ما يدخل كاع الفيديو حسن، انا كان وسمحوا لي حيت كتلقى المشاهدات لحد 200 300 ولي لايك 8 10 ولي كومونتير ما سمعتي. يلا احبابتي الله يكثر خيركم، الله يعاونكم هذه الساعه. يلا باي باي عليكم.